خلوني أرجع بحضراتكم مرة تانية للحديث حول الاحتفالية. خلال الاحتفالية دي أكد فخامة الرئيس السيسي أن المشروع القومي لزيادة حجم القدرة على تخزين القمح خلى مصر عندها القدرة على تخزين 5.5 مليون طن قمح. وأشار الرئيس لإيه بقى؟ أن القدرة التخزينية قبل هذا المشروع كانت أقل من التلت بتاع هذا الرقم حقيقي، يعني أظن كانت 1.5 مليون طن لو أنا فاكر مظبوط، يعني أقل من التلت فعلا. أنا عايز أستأذنك أنك بس تلاحظ أن الرئيس يتحدث فيما تتحدث فيه وبيتكلم في اللي أنت بتتكلم فيه، حتى في إطار احتفالية لتكريم المرأة المصرية والأمهات المصريات. الرئيس ما اعتبرش أن ده مجرد حفل للتكريم وكفى، لأ، هو بيكلمك باللي بيحصل دلوقتي. اسمع ونكمل الكلام. يا ترى اللي احنا عملناه ده كان ليه اثار ايجابيه على الواقع اللي احنا فيه، ولا كان ليه اثار صعبه على الواقع اللي احنا فيه؟ انا هقول لكم على حاجه. انا هتكلم على احد المشروعات البسيطه جدا يمكن ما حدش يتوقف قدامها، مثلا مشروع قومي لزياده حجم قدرتنا على تخزين القمح في الصوامع لتصل الى 5.5 مليون. يا دكتور مش كده؟ 5.5 مليون طن قمح كان اللي موجود عندنا اقل من تلت الرقم ده. طب ده كان بيعمل ايه؟ عشان بس الناس تبقى متصوره معانا. احنا حطينا فلوس كتير في الموضوع ده صحيح، لكن احنا لقينا ان احنا تمن اللي بيفقد سنويا حوالي 20% من تداولنا للقمح. فلو شئتم ان انتوا تقولوا ان احنا بنتداول ما يقرب من يعني هنقول احنا بنستهلك تقريبا 17 18 مليون طن قمح، هنقول ان الدوله بتتداول 15 مليون 10 مليون. ال 20% او ال 15 20% اللي بنتكلم عليهم ما يقرب من 2 مليون طن قمح. بيقرب من 2 مليون طن قمح، تمنهم كام؟ بيفقدوا ازاي؟ نتيجه ان احنا كنا سايبينهم او بنسيبهم يعني في شون مكشوفه ومخازن مفتوحه، وبالتالي كانوا بيتعرضوا للقوارض والحشرات وحاجات اخرى، وانا قلت الكلام ده قبل كده. لما عملناهم النهارده احنا قاعدين موجودين وعندنا يعني مخزون القمح يكفي 4 شهور، وما عندناش مشكله في النقطه دي، وانا بقولها فرصه وانتم موجودين معانا ان انا اسمعها كل المصريين. ما عندناش مشكله بفضلك يا رب. ما عندناش مشكله